الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الشكر موصول لوقف إقرأ ودل البركة وندوة البركة على الاقتصاد الإسلامي على هذه الجهود المباركة والمتميزة، واختيار هذه الموضوعات المهمة التي تصب في دعم وتطوير المصرفية الإسلامية. أنا درجت في هذا البحث على مفهوم التحوط بمعناه العام، وهو الذي اختاره المجمع الفقه الإسلامي الدولي والذي عليه أكثر الباحثين، والذي يشمل التحوط التقليدي وأدوات التقليدية بشكل عام، حيث أن التحوط له مفهوم عام بمعنى الوقاية، تجنب المخاطر قدر الإمكان، ومفهوم خاص بمعنى تبادل المخاطر بين الطرفين، والذي من أشهر صوره المشتقات المالية. أعرج بشكل سريع على التأصيل الشرعي للتحوط، وكما تقدم بمعناها العام يعني حماية رأس المال ووقايته من الخسارة. بهذا المعنى مطلوب شرعا، ويدخل ضمن مقصد حفظ المال، وهو أحد مقاصد الشريعة الإسلامية الضرورية التي جاءت الشريعة برعايتها وحفظها. وحرص الشريعة الإسلامية على حماية المال ظاهر في احترام الملكية الفردية والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل، بخلاف أدوات التحوط التقليدية التي تعتمد في الأساس على المشتقات، وأشهرها الخيارات والمستقبليات والمبادلات أو المقايضات. فالمشتقات تهدف من حيث الأصل إلى تبادل المخاطر المالية، بحيث تنتقل إلى الطرف الأكثر جدارة وقدرة على تحملها، ويمكنها التخلص من هذه المخاطر من خلال العقود المستقبلية بنقل هذه المخاطر إلى غيرها. لكن الناظر في واقع الأسواق المالية يدرك أن المشتقات التقليدية أصبحت أهم أدوات المجازفة، إذ تحولت إلى مبادلات بغرض المقامرة على فروق الأسعار، إضافة إلى ما يعتريها من إشكالات شرعية. والحديث يجرنا إلى أهمية تطوير المنتجات، خاصة فيما يكون فيه جمع بين العقود وتركيب بين العقود، للحصول على منتج أكثر كفاءة وسلامة من الناحية الشرعية. وعندما يكون هناك مزج بين عقود مداينات مثل المرابحات وعقود مشاركات، يتحقق حماية رأس المال، وكذلك احتمال الحصول على أرباح. ضوابط ذكر الدكتور العياشي، الضوابط التي يعني ذكرها المجمع الفقه الإسلامي الدولي، لا يعني أطيل بذكرها. هناك ضوابط أيضا ذكرت وردت في المعايير الشرعية، منها أن يتحقق في أدوات التحوط المساواة بين الشركاء في تحمل المخاطر والخسائر، وأيضا أن يكون الغرض منها وألا يكون الغرض منها تضمين مدير الاستثمار في حال أو في غير حال تعديها وتقصيره، وألا تكون وسيلة بعقد غير مشروع. في التأمل في هذه الضوابط والضوابط التي ذكرها المجمع وفي أدوات، يمكن أن أضيف جملة من الضوابط، ومنها ألا تنطوي صيغ، ومنها إذا كان التحوط بعقود مركبة مجتمعة أو متقابلة فتراعى ضوابط العقود المركبة، مثل ألا يكون التركيب محل نهي شرعي، وألا يؤدي التركيب إلى تضاد بين العقود في الأحكام والأثار، وألا يؤدي التركيب إلى محرم كالربا والغرار. وإذا كان التحوط بعقود متوازية فيراعى عدم الربط بين العقدين فيما يؤدي إليه الربط إلى محرم، وألا يكون في العملات. وإذا كان التحوط بعقود متبادلة فيراعى عدم ترتب محذور شرعي. أذكر جملة من أدوات التحوط البديلة عن الضمان لرأس المال، وكذلك أدوات التحوط البديلة عن التحوط التقليدي. فمن أدوات التحوط لرأس المال من تذبذب القيمة الإسمية الالتزام بضمان القيمة الإسمية، وهذه من الصيغ المشهورة، وقد صدر بتحريمها جملة من القرارات والفتاوى المجمعية، مثل قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي نص على أن مدير الصكوك أمين لا يضمن قيمة الصك إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة شروط المضاربة أو المشاركة أو الوكالة في الاستثمار. ومن الأدوات التزام طرف ثالث بالضمان، وهذه أيضا
من الحلول التي طبقت عمليا مع التجارب الأولى لإصدار الصكوك، والتزام الطرف الثالث بالضمان على حالين: الحالة الأولى أن يكون التزام الطرف الثالث بالضمان تبرعا، والحالة الثانية أن يكون التزام الطرف الثالث بالضمان مقابل عوض. وفي الحالة الأولى أن يكون التزام الطرف الثالث بالضمان تبرعا، هذا الذي ينصرف إليه الكلام عند بحث هذه المسألة، وهو الذي كان مقترحا لصكوك المقارضة أو المضاربة في دورة المجمع عام 1408، وقد يكون الطرف الثالث فردا أو شركة أو جهة، واختلف المعاصرون في حكم هذا الالتزام على قولين، والقول الثاني هو بالجواز، وهذا مشى عليه المجمع، لكنه بضوابط، منها أن يكون الطرف الثالث مستقلا في ذمته وشخصيته المالية، وأن يكون وعد الطرف الثالث على أساس التبرع، وأن يكون التزام الطرف الثالث مستقلا عن عقد المضاربة. ولكن المتأمل للتطبيقات العملية لضمان الطرف الثالث في بعض المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية يلحظ عدم إعمال هذه القيود والضوابط بدقة. من الأدوات التأمين التعاوني لضمان هلك الأصول أو نقصها، وهذه الصيغة من الصيغ الأولية لإدارة المخاطر، ويمكن أن تعد من أنواع الضمانات المقدمة لحملة الصكوك أو الوحدات الاستثمارية بأن يتم إنشاء صندوق التأمين أو التعاقد مع شركة التأمين. ومن الوسائل الوقائية لحماية رأس المال، منها دراسة الجدوى والتثمين والتدقيق وتنويع الاستثمار وتكوين احتياطي من الأرباح إلى غير ذلك من الوسائل. أنتقل بعد ذلك إلى وسائل التحوط من مخاطر الائتمانية، لأن المخاطر إذا أردنا أن ننظر إليها نوعان في الجملة: نوع في مجال الاستثمار، ونوع في المخاطر الائتمانية التي يترتب عليها تعثر والسداد من العميل. وأدوات المدايانات أو العقود المدايانات مثل المرابحات، إذا نظرنا إليها فهي مضمونة مجال الاستثمار، عقود المرابحة وعقود أو بيع التقسيط مضمونة مجال الاستثمار، لكن يكون هناك مخاطرة في تعثر السداد. ولذلك من أدوات المشهورة والمعروفة هي التحوط بالرهن والتحوط بالكفالة، وكذلك بالتأمين التعاوني. ذكر أيضا من أنواع التحوط التحوط بالشروط الجزائية في الديون، وإذا كان مقابل التأخير فهو ربا الجاهلية المحرم باتفاق. لكن من المسائل التي تمارسها بعض المؤسسات المالية الإسلامية أن يكون هناك شرط جزائي أو غرامة على المدين في التأخير، لكنها تصرف في جهة بر، تصرف في جهة بر، وهذه يعني لم تحظى بقرار مجمعي وتحتاج إلى نظر ودراسة. أنتقل بعد ذلك إلى أدوات التحوط البديلة عن التحوط التقليدي، وأدوات التحوط لرأس المال على وجه الخصوص من تذبذب القيمة السوقية للأصول. هناك جملة من الأدوات، منها الجمع بين مرابحة والمشاركة. تقوم فكرة التحوط بهذه الطريقة بتقسيم المحفظة الاستثمارية إلى جزئين: جزء 95% مثلا في مرابحات مع جهات ذات ملاءة ائتمانية بربح 5%، وبذلك تحقق حماية رأس المال، والجزء الثاني 5% في عقد مشاركة كالمتاجرة في الأسهم أو حصص عقارية ونحو ذلك، وبذلك يتحقق أيضا احتمالية تحقق عائد من الأرباح. المسألة الثانية الجمع بين الإجارة والمشاركة، وهي مثل السابقة لكن بدل المرابحة يكون إجارة. المسألة الثالثة الجمع بين المرابحة وبيع العربون، ويقوم المدير الاستثمار في هذه الطريقة بتقسيم رأس المال إلى جزئين: الجزء الأكبر في 93% مثلا في مرابحات مع جهات ذات ملاءة ائتمانية وبربح 7%، وبذلك يتحقق حماية رأس المال، والجزء الثاني يجعله عربونا في شراء أسهم، فإذا يعني زادت يجعله عربون في شراء أسهم، فإذا ارتفعت هذه قيمة الأسهم أمضى عقد الشراء وإلا لم يمضه. من المسائل الوعود المتبادلة للتحوط من تذبذب القيمة السلمية والسوقية، وقد يعني ذكرها دكتور منصور، فهي من الوسائل التي تتخذها بعض البنوك. ومن رأى جواز هذا المنتج علل بأن ما يجري في هذه المعاملة ليس من قبيل المواعدة الملزمة، ومن منعها علل بأن هذه الوعود المتبادلة تشبه المواعدة الملزمة الممنوعة فتأخذ حكمها، والذي يظهر القول بالمنع، لأن الوعدين وإن اختلفا في شرط لزومهما إلا أن هذا الاختلاف غير مؤثر، لأن النتيجة الحتمية لهذه الوعود أن يتم التنفيذ بالسعر المتفق عليه سواء زادت القيمة السوقية لتلك الأصول أم نقصت،
وعلى التسليم بأنها ليست من قبيل المواعدة وإنما من قبيل الوعد الملزم، فإن مدير الاستثمار في حقيقة الأمر ملتزم بشراء هذه الأصول بقيمتها الإسمية وربح محدد، فيشملها المنع في تحريم التزام المدير بشراء الأصول بقيمتها الإسمية فيما يظهر. المسألة الخامسة التحوط من تغير نسب المؤشرات بالبيع المتقابل أو ما يسمى بالمرابحات المتتالية، المرابحات المتتالية للتحوط من تقلب معدل العائد على التمويل، وهذا المنتج يهدف إلى حماية المصرف وعملائهم من تغير نسب المؤشرات وكالسايبر واللايبر، وذلك عن طريق الدخول في صفقات بيع سلع متقابلة بإبرام صفقة بيع سلع بسعر ثابت مع وعد الطرف المقابل بدخول في صفقات شراء سلع بسعر متغير، وقد هذه مرت هذه المسألة، ليشكل عليها الصورية في هذه المعاملة وأن البيع والشراء ليس حقيقيا، وكذلك أن البنك يتولى طرفي العقد إلى غير ذلك من الإشكالات المذكورة في البحث. أنتقل إلى أدوات التحوط من تذبذب أسعار الصرف للعملات، فمن الأدوات التحوط بالجمع بين مرابحتين متقابلتين، وهي من الحلول المطروحة، يجري من يرغب في الحماية والتحوط مرابحتين متقابلتين بحيث تكون كل واحدة منفصلة عن الأخرى، وقد مرت هذه من الصيغة التي ذكرها الدكتور منصور، ولا يظهر في هذه الصيغة محذور شرعي شريطة أن تكون العمليتين منفصلتين عدا عملية التورق المنظم التي يعني منعها المجمع وتجيزها الهيئة الشرعية بضوابط. من المسائل القروض المتبادلة، وهي من الصيغة وأدوات التحوط، تجرى قروض متبادلة بين المستثمر والبنك بالعملتين المراد تثبيت سعر صرفهما، والحكم في القروض المتبادلة محل خلاف، وهناك يعني في تحرير محل الخلاف مواضع متفق عليها، وهي تحريم أخذ الفائدة، وإذا كانت المعاملة من غير شرط أو ربط فهي جائزة، لكن إذا كانت بالشرط فوقع الخلاف على أقوال بالمنع وبالجواز أو أنها تجوز في يعني ناحية مرحلية، وذكرت يعني الأدلة على هذه المسألة. وبعد الموازنة بين الأقوال والنظر في الأدلة والمناقشات يظهر جليا صعوبة الترجيح في مسألة القروض المتبادلة، خاصة إذا أخذ في الاعتبار تنوع صور هذه المعاملة وتنوع المقاصد منها، لكن بالتأمل والنظر الفقهي يظهر رجحان القول الأول، وهو أن القروض المتبادلة إذا كانت بشرط فإنها محرمة، لأن المنفعة المشتركة التي يعني الذين جازوها قالوا لأنها منفعة مشتركة، عندما نقارن منفعة مشتركة في 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 مثل السفتجة فإن حنا نقارن منفعة زائدة ويقابلها منفعة زائدة أخرى، وليست المنفعة المشتركة هي المنفعة الزائدة التي تقابل القرض نفسها أو أن تكون عوضا عن القرض، فهي منفعة زائدة وليست يعني منفعة أصلية. لكن إذا نظرنا أنها تشبه ما أجازه الفقهاء في مسألة قرض المنافع، فالقول بالجواز في مثل تلك الحالة يتجه. من المسائل وأختم بها التحوط والتحوط الموازي عن طريق الوعد بالشراء في المستقبل والالتزام بالتعويض عن الضرر الفعلي، وهذا تطبقه بعض البنوك، وهو مع الوعد بالالتزام عن الضرر وليس بالوعود المتبادلة وليس بالمواعدة الملزمة، وأجازوه بناء على أن يعني بضوابط منها لا يترتب على الوعد التزام بالدخول في عقد المصارفة وأن يكون التعويض عن الضرر الفعلي فقط إلى غير ذلك من الضوابط المذكورة في البحث. هذا باختصار شديد أهم الأدوات التحوط أو البدائل الشرعية لأدوات التحوط، منها محل اتفاق بالتحريم ومنها محل اتفاق بالجواز أو أن الرأي يتجه للجواز، وكثير منها محل نقاش وبحث، لعلنا في هذه الندوة نخلص إلى يعني جملة من الآراء في بيان الأحكام الشرعية لهذه الأدوات. وأسأل الله سبحانه وتعالى الجميع التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكرا.